الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من لبنان، حيث صرح وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه لبنان احتل المرتبة الثانية بقائمة الدول العربية المتلقية للتحويلات بعام 2015 مع تحويل للأموال بلغ مجموعة 7.2 مليار دولار. هالرقم بشكل 40.4% من إجمالي تحويلات المغتربين للبلدان العربية. بلغ حجم الأموال المرسلة من حوالي 29 مليون عامل أجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 98 مليار دولار بالعام 2014. وننتقل للخبر الثاني أيضا من لبنان، حيث أفادت النشرة الاقتصادية لبنك بيبلوس أنه مؤشر MSCI حافظ بتقريره السنوي على إبقاء لبنان بفئة الأسواق الحدودية. وأوضح التقرير أنه MSCI قيم سوق الأوراق المالية بلبنان على أساس معايير خمسة بذكر منها الانفتاح على الملكية الأجنبية، سهولة التدفقات الرأسمالية الداخلي والخارجي، وكفاءة الإطار التنفيذي. أشار التقرير أيضا على أنه لبنان ما عنده مشاكل مهمة من عدة نواحي، منها شروط تأهيل المستثمرين، الحقوق المتساوية للمستثمرين الأجانب، وقيود تدفق رؤوس الأموال. ومننهي مع خبر من المملكة العربية السعودية، حيث أعلن وزير الطاقة خالد الفالح عن خطة المملكة لإنشاء مدينة الطاقة كجزء من الرؤية السعودية 2030، والهدف من هالمشروع هو جذب الشركات الكبرى للصناعات يلي لها صلة بالطاقة للمدينة، بالإضافة إلى زيادة المداخيل المحلية من صناعات الطاقة والبتروكيماويات ل 75%. وأضاف أنه أرامكو السعودية حتستثمر بالطاقة المتجددة وتحفز صناعات أخرى لاستكمال إنتاج النفط، الشيء يلي بخلي السعودية تضاعف إنتاجها من الغاز. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة.